أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العاجل. أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المنتخب الوطني الخاصة بالمشاركة في الدورة الدولية للمنتخبات المقررة بالجزائر، وعرفت القائمة عديد المفاجآت من بينها إبعاد رياض محرز ويوسف بالليلي وسفيان فيغولي ورئيس وهاب بولحي وإسلام سليماني، بينما تم استدعاء 5 لاعبين جدد لأول مرة هم جيتان وبقرار ومداني وحاج موسى و قندوسي. نهاية العاجل، السلام عليكم. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.